مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. أول تعليق لريم عودة بعد زواجها من الفنان الفلسطيني محمد عساف. نشر حساب عبر موقع الانستغرام يحمل اسم ريم عودة تعليقا يعد الأول عقب إعلان صاحبة الحساب زواجها من الفنان الفلسطيني محمد عساف. وعبر خاصية أستوري نشرت ريم عودة صورتها التي ظهرت في حفل الزفاف برفقة محمد عساف، ثم أتبعتها بتعليق: وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح. وشكك ناشطون في كون الحساب يعود بالفعل لريم عودة والتي تزوجها الفنان الفلسطيني من خارج الوسط الفني، خاصة بعد انتشار العديد من الحسابات الوهمية التي تحمل اسمها بعد إعلان زواجها من محمد عساف. فيما نشر الحساب الذي يحمل اسمها تعليقا عبر ستوري أكد فيه أن الحساب يعود لها وأنها تنتظر توثيقها. ومن غير المعروف بالفعل ما إذا كان الحساب يعود لريم عودة، خاصة وأن العديد من الحساب ظهرت باسمها عقب إعلان زواجها من الفنان الفلسطيني، ولا تزال المعلومات شحيحة للغاية بشأن عودة التي قيل إنها من أب فلسطيني وأم دنماركية وعمرها 22 عاما، وكانت قد تعرفت على محمد عساف في أواخر 2019. وفاجأ الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحفل زفاف أقيم في دبي، واقتصر على أفراد العائلة في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد.